دكتور، هبدأ مع حضرتك بالعملات الإلكترونية الافتراضية، ممكن تشرحها لنا؟ بصي حضرتك، هي العملات الرقمية أو العملات الافتراضية هي ليها أكتر من اسم، وأحيانا يطلق عليها العملات المعمية، بمعنى إن هي يعني جاية من عفوا يعني من العمى أو من التغطية. الفكرة ببساطة أنها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، هي غير ملموسة. احنا بنستخدم نوع واحد منها اللي هو مشرع، فكرة زي الفيزا كارت او ان حضرتك بتشتري حاجة اونلاين بدون تبادل فعلي او مادي، ما بنروحش نشتري كاش. الفرق بقى ان فكرة العملات الرقمية او العملات الافتراضية هي قايمة على نظم لا مركزي. يعني بمعنى ايه؟ العملات المالية عامة لما بتبقى بالشكل الطبيعي النقد الطبيعي لازم يكون فيها طرف مركزي، وحدة مركزية. زي مثلا حضرتك ان انت عايزة تعملي تحويل من شخص لآخر، ده بيتم في الأحوال العادية عن طريق ايه؟ عن طريق اما بنك او مكان متخصص لتحويل الاموال، في طرف ثالث هو الواسطة ما بين اللي بيحول واللي بيتحول اليه. العملات بقى الرقمية أو الافتراضية المشكلة فيها أنها لا مركزية، بمعنى أن يعني ليها عدد من الخصائص بيجعلها يعني محققة ثورة تكنولوجية، يمكن بتغير وبتتحدى أعتى النظم المصرفية والاقتصادية في العالم. اسمحي لي بس أشاور على أهم الخصائص اللي بتميزها علشان ده هتقرب الصورة أكتر لو حبينا نتكلم عنها. العملات الافتراضية بتتسم بأنها لا يشترط فيها معرفة هوية الشخص الحقيقي، بمعنى أنا ممكن أستخدم اسم غير حقيقي ليا وتداول وأخش على هذه النظم، وبالتالي يترتب على ده صعوبة المراقبة وصعوبة المتابعة. ليها بعض مزايا أخرى زي سهولة التحويلات، يعني السرعة فيها. أي عملية نقدية بتتم عن طريق البنوك أو بالشكل الرسمي بتتخذ بعض الوقت، يوم أو يومين أو ربما ساعات، إنما ده لا، يعني هي دقايق، افترض دقايق. ليها مزايا أخرى زي مثلا إنها لا يشترط أن يكون للمستفيد من هذا النظام حسابات بنكية، فإحنا بنتكلم على شريعة أوسع، شريحة أوسع من الجماهير، لا يشترط ليها أن تكون جزء من حساب بنكي، إنما يشترط فيها أن تكون على صلة بالإنترنت.